بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد ضرب للعباد آجالا وأعمارا، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك عنده قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، وأن أعمار العباد كتبت قبل أن ينفخ الملك فيها الروح وهي في رحم أمها، وأن الموت عباد الله هو ساعة كل إنسان بخصوصه، وأن أجل الإنسان إذا جاء فإنه لا يؤخر عنه ثانية واحدة ولا طرفة عين واحدة، وأن الإنسان إذا مات بمرض أو مات بحرق أو غرق أو هدم أو مات على سريره فإنما مات بأجله، لم يعجل له من ذلك شيء، وإنما هي ساعة الإنسان. والساعة ساعتان، هي الساعة التي هي القيامة وهي قيامة الناس جميعا، وأما الموت فهو قيامة كل واحد منا بخصوصه، وأن الموت آت لا ريب فيه، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الساعة آتية لا ريب فيها، وبين الله سبحانه وتعالى أنه يبعث من في القبور، وذلك حتى لا يتوهم الإنسان أن الموت هو نهاية الأمر، بل هو بداية حياة جديدة يقدم عليها الإنسان. فالأمر الأول أن الإنسان لا بد أن يموت، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقد خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيموت، وأن أمته ستموت كذلك، وأن الله عز وجل لو كان مستبق أحدا لاستبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فكل صاحب مصيبة في موت ينبغي أن يتسلى بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أعظم مصيبة حلت بنا هي موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانقطاع الوحي من السماء، وما ثمة مصيبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآجال مضروبة، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وهي تقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الآجال مضروبة كما قال الله عز وجل: لكل أجل كتاب. وقال عز وجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجل إذا جاء لا بد للحياة أن تنتهي، ولكن الحياة لا تنتهي عند هذا الحد، وإنما تبدأ حياة جديدة ينقلب إليها الإنسان، وتبدأ بحياة البرزخ في قبره، وهي حياة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهي إما نعيم في القبر وإما عذاب في القبر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس عند قبر رجل من الأنصار ولم يدفن بعد، فأخذ ينكت بعود صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فجلسوا منه مد البصر، ثم نزل ملك الموت فجلس عند رأسه، فقال: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله وغفران. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني كما تصب من كأس الماء تسيل سيلانا بدون حشرجة. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذوها جعلوها في حنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفان الجنة، ثم يصعد بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى يصعد بها إلى الله عز وجل، فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه، فجلسوا منه مد البصر، ثم نزل ملك الموت فقال: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود شوكة لها شوك من كل جانب تنبت في الصحراء، فإذا كانت في الصوف المبلول فلا تخرج إلا بأنسجته. قال: فلا تترك عصب ولا عرق إلا مزقته، فإذا أخذوها جعلوها في مسوح من مسوح النار، ثم صعد بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء، فتغلق أبواب السماء في وجهها، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجيل، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا دخل في قبره أتاه ملكان شديد الانتهار ينتهرانه فيجلسانه، فيقولان: من ربك وما دينك وما عملك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان من أهل الإيمان أجاب عن هذه الأسئلة، وإن كان من غيرها فإنه يقول: ها لا أدري. تقول الملائكة: إنه محمد، يعني الرجل الذي بعث فيكم، يقول: ها سمعت الناس يقولون ذلك. وهذا يدل على أن تلقين الميت عند قبره قل كذا وكذا أنه لا يسمع شيئا من هذا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فإنهم لا يسمعون وإن سمعوا لا يستجيبون، لأن هذا هو ترجمة حياتك، فإنه بعد ذلك يفرش له من فرش الجنة ويفتح له أبواب إلى الجنة، فإذا رأى من نعيمها قال: اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي. وأما إذا كان من غيرها فإنه يفتح له أبواب إلى الجنة إلى النار، فإذا رأى من سمومها وحميمها قال: اللهم لا تقم الساعة، اللهم لا تقم الساعة. ثم يأتيه بعد ذلك الرجل المؤمن، يأتيه رجل في أحسن صورة طيب الرائحة، فيقول: ما هذا؟
ما هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بخير؟ فيقول أنا عملك الصالح. وأما الآخر فيأتيه رجل أسود الوجه قبيح دميم الوجه نتن الرائحة، فيقول ما هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بشر؟ فيقول أنا عملك، أنا عملك. ولذلك نحن عندما نعتبر نحن الأحياء من الموت، الميت قد ذهب إلى ما سيلقاه عند الله سبحانه من الخير أو من الشر، أما نحن فعلينا أن نعتبر من الموت وأن نعمل لما بعد الموت، وأن نستحضر لكل سؤال جوابا، وأن نكون عباد الله من أهل الإيمان ومن أهل التقى ومن أهل العفاف حتى نقبل عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي أن يعتبر من الموت، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجل فقال يا محمد متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أعددت لها؟ لم يقل له أنا أعرفها أو لا أعرفها أو ستكون في كذا أو في كذا، وإنما حول الإجابة إلى إجابة كان ينبغي للسائل أن يسألها، ماذا أعد هو للساعة؟ الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن إذا كانت واقعة لا شك فيها ونحن نؤمن بذلك، فماذا أعددنا لهذه الساعة؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء بعد إسلامهم مثل فرحهم بهذا الحديث، لأنهم يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ينبغي أن يعد لهذا اليوم عدة من الصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى الناس وغير ذلك من العمل الصالح الذي يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ما تفعلونه فإن الله سبحانه وتعالى يحصيه لكم، ويكتب ذلك في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه هذا الكتاب هو الذي يعرض عليك يوم القيامة، وأنك تأخذه إما بيمينك وإما بشمالك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عدل فيك والله من جعلك حسيب نفسك، الله سبحانه وتعالى يجعلك تحاسب نفسك يوم القيامة، فتنظر في كتابك فتجد هل أنت من أهل النار أم من أهل الجنة، وتحاسب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى ذلك ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب على مثاقيل الذر، على الأشياء البسيطة والصغيرة التي هي في نظره ينبغي أن يحاسب نفسه عليها من خير أو من شر. فإن هذا الأمر إن كان واقعا لا محالة وحادث لا محالة ونحن نؤمن بذلك، فينبغي أن نعبر عن إيماننا بأن نعد العدة لهذا اليوم، أن نعد العدة لهذا اليوم، يوم نحمل على الأكتاف ويكبر علينا أربعا ونقبر في لحد أو في شق، نلحد في الأرض ثم يرجع عنا الناس، يرجع عنا كل شيء، يرجع عنك الزوجة ويرجع عنك الولد ويرجع عنك الإخوان والآباء والأمهات والأهل والعشيرة والجيران والأصدقاء، كلهم يرجعون عنك ويتركونك وحيدا. تقابل مصيرك هذا، إما هذا المصير يكون في صالحك عندما تكون من أهل الصلاح، أو ليس في صالحك عندما تكون غير ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسرعوا بالجنازة، فإن يك خيرا فخير تقدمونه لها، وإن يك شر
فشر تضعونه عن أعناقكم. مع وجود الصحبة والخلة والإخوة والبنوة، إلا أنك تسرع به لتضع شرا عن كتفك، عن عنقك، تتخلص منه حتى يقبر في قبره. وإن كان هذا صاحب خير فأنت تسرع به لتقدم له الخير الذي يلقاه حين يقبر في قبره. فانظر إلى هذا الأمر واعتبر، تعلم ماذا علينا أن نفعل للأيام القادمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فإن الله عبر بأن هذا الأمر كأنه وقع من قربه، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الميت إذا مات فعلينا أن نبادر بإغماض عينيه وأن ندعو له، ثم أن نسرع في تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وقبره، أي والذهاب به لقبره والوقوف على قبره للدعاء له. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف على القبر قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وأن من أفضل الأدعية أن يدعى له بالثبات عند السؤال، وينبغي أن يكثر من الدعاء له عند صلاة الجنازة، وينبغي أن نحشد له الصالحين للصلاة عليه، فإنه إذا شهد له 40 من الصالحين صلوا عليه فإنهم يشفعون فيه عند الله سبحانه. وأنتم شهداء الله سبحانه وتعالى على العباد، فاشهدوا لميتكم بالخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبدل أهله خيرا مما أخذ منهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لميتنا أيامه ولياليه القادمة خيرا له عند الله سبحانه وتعالى، وأن يوسع الله عز وجل له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يبدله أهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، ودارا خيرا من داره، وأن يقبل الله سبحانه وتعالى فيه شفاعة الشافعين، وأن يكون عند الله من المقبولين، وأن يزوجه الله من الحور العين، وأن يثبته الله بالقول الثابت، وأن يضاعف الله عز وجل له الحسنات، وأن يبدلها أن يبدل سيئاته حسنات، وإن كان من المسيئين نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يكفر عنه سيئاته، وإذا كان من الصالحين المحسنين فنسأل الله أن يزيده إحسانا إلى إحسانه، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاته في أعلى عليين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.